السلام عليكم. انا جبتك ولدي باش تشوف. انا كناكل خبيز من هذا الدار وخلاها لي با هذا البيت، هذا البيوت غا بيوتة، وكناكل منهم خبيز، وكاين غير انا اللي معاقه، وكاين اختي مسكينه ما عندها صحه، وبغيت الناس تشوف الحاله اللي انا فيها. الله ييسر اموركم ويسهل عليكم. شوفها الغموله والبروده قتلات، ما خلات حتى شي حد يكري عندنا، ما بقاش بغى يكري عندنا حتى شي واحد ملي خرجوا الناس في ايام كورونا. هذوك الناس هذوك الدو الله ييسر لهم الامور، ما حكيناهمش ايام كورونا كاع، سمحنا لهم كاع مساكن. واش غادي نديروا لهم؟ نبقاو نقولوا لهم عطونا، وحنا اصلا ما عندناش، ما غاديش نقدروا نزيروا الناس. وكنتمنى الله سبحانه وتعالى ومنكم تعاونونا، الله ييسر لكم الامور. سمحنا لهم 64000 ريال ديال ومشات علينا. بر مات عام هادي مسكين، عام باش مات با. كان هو اللي كيصرف عليه. ولكن مسكين شويه كان بعد الوقت مقعده، فهمتي؟ وملي مسكين مات مشى معاه كلشي. مشاو خلاكم نتوما ثلاثة؟ حنا ثلاثة، وأنا ما عندي صحة، وأختي كبرت، شكون اللي غادي يخرج يجيب القوت؟ شكون اللي غادي يخرج يجيب الخبز؟ فهمتي؟ ما كانش اللي غادي يخرج حبيبي يجيب الخبز. وكنا معولين على الدار. راه حنا ما عندناش عد كاين، ولكن كاينين الخوت، وخوت مساكن مغلوب على امرهم. وشكون اللي غادي يقول لك غادي شكون اللي غادي يجيب لك خبيز؟ فهمتي؟ ما كاينش اوليدي حبيبي، هي اللي كانت هي عندنا هي كلشي. شكون اللي غادي ينفعك حتى بهذه؟ ما كرهتش، ما كذبش عليك، انا ما بغيتش نمد يدي لحتى شي واحد. بغيت دارنا تجيب لي خبز، هذا البيت وهذا البيت وهذا البيت. ملي ما تكرهت حتى حاجه، انا كنترجى الله سبحانه وتعالى. ولدي حبيبي البروده، ولدي حبيبي شوف البروده، البروده المره انا خرجت قالت لك ما نبقاش نقدر، ما قدرتش نبرك، قالت لك البروده ضراتهم البروده، مساكن لا في هذاك البيت ولا في هذا البيت ولا. المره الراجل خرج مريض مسكين، وانا منين غادي تجيني باش نصلحها؟ ولدي منين غتجيني؟ ما عنديش باش غنصلحها. تنزلتوا في كورونا عام ديال كورونا بلا خلاص، انتوما سمحنا للناس قسما بالله. واش حنا غنكرزوا عليهم اولدي؟ ما عندنا ما نديروا لهم. انت هما مساكن كنشوفوا فيهم كي غير هجالات، فهمتي؟ واخا هذيك مسكينه بوليدها مشات بحالاتها، الله ييسر ليها. وهاد المره حتى هي مسكينه جرات وليداتها ومشات، اش غنديروا لها؟ كنشوفوهم هما محتاجين، ما نقدروش اولدي نخرجوا الناس وكورونا. وصافي من كورونا وحنايا مأزمين. وكنتمنى الله سبحانه وتعالى انه بالنسبه للاصلاح شنو اللي خاصنا؟ المهم شي حاجه اللي تكالي لنا على البروده، اللي ما تخليش البروده تدخل. شوف البروده شنو دارت، شوف البروده هانت خرجت لنا على الدار كامله، وهي اللي بقات لنا من ريحه الوالد. ما نكذبش عليك، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ولكن مسكين كان نافعنا، ما نكذبش عليك، ولكن ما عندنا ما ندير، قدر الله سبحانه وتعالى. ما عندنا من حق. رسالتي نوجهها للناس يحنوا فيا، واخا غا شويه، ما نكذبش عليك، غا ينفعوني غا بشي حاجه باش نصلح دارنا. دارنا كلها حالتها. الله ييسر لكم ويسهل عليكم، الله يعطيكم ما تمنيتوا في خواطركم. رسالتي انا للناس داخل الوطن وخارج الوطن يعاونوني. الله ييسر اموركم ويسهل عليكم.